قفشتنا. انت كويس؟ ايه اللي حصل يا سيدي؟ سيبك من اللي حصل، فات وعدى خلاص. انت ايه حكايتك بالطب فجأة ليه كده؟ ده لولا ستر ربنا كان زماننا معكوشين. بس انا عملت حسابي وانا داخل المنطقه، حسيت بقلق فلغيت العيال عشان نعرف ننطر. جبت اللي قلت لك عليه؟ قصدك اللي كنا هنروح في داهيه بسببه؟ معلش، جبته. جبته. تاخد كام حبايه؟ خمسه ولا دماغك متكلفه وبتبال بقى؟ ماشي. ايه ده؟ اتنين بس؟ بعد الاكشن ده كله؟ دول بناخدهم عشان البرد يا باشا. ده مؤاخذة يا باشا، لو ما فيهاش طفولية يعني. عايز اسألك على حاجة، انت تعبان؟ اصل اللي بيحصل لك ده مش طبيعي. انت مريض بحاجة لا سمح الله؟ متشكر. على ايه يا قائد؟ ده الواجب. ده انت طلعت اجدع من ناس بعرفها من سنين. الله يكرمك يا باشا. بص يا باشا، انا اصغر منك بس اوعى عنك. الدنيا علمتني ومرمطتني كتير. خدها قاعدة يا باشا، اللي يقف معاك في فرحتك ممكن يبيعك في شدتك، بس اللي يقف معاك في شدتك هيفضل معاك ليوم دفنتك. ربنا يديك طول عمرك يا باشا. بس انت مش عايز تقول انك تعبان، عايز نفسك منعاك، صح؟ الظابط ظابط برضك، محبش يبان ضعيف قدام حد. أسد. هتيجي معايا راح اطمن على مراتي؟ اجي فين؟ لا يا باشا، انا لحد هنا وكفايه. غطيني، انا اكن لحد ما الدنيا تهدى. كفايه عوق ومشاكل لحد كده. طيب معلش. سامحني يا باشا. باشا خلي ده معاك، اكيد هتحتاجه. وأمنة كمان يا شيخ، وحياة أبوك يا باشا لما ترجع الداخلية كده معزز مكرم. قول لهم الترامادول حلو، والله العظيم حلو، إن كان هو ولا التمويل. وأوعى تنسى، أنت وعدتني إنك هتاخد لي صورة سيلفي مع النجمة. هزعل منك.